فشابتر 2 اي سي تو دي سي كونفرترز اللي هن ركتفايرز، اللي هو اول جزء اول موضوع في مادتنا لهذه السنه. ركتفايرز احنا نعرف انتم ماخذين ايضا عليها بالاول وبالثاني، تحول من الالترنيتنج كرنت الى دايركت كرنت، من الاي سي الى الدي سي. فالركتيفيكيشن is the process of converting AC current or voltage into DC current or voltage. زين، ركتيفاير تنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى القسم الأول اللي هو uncontrolled، يسمى uncontrolled أيضا converters. القسم الثاني اللي هو controlled converters. زين، الـ Uncontrolled Converters ليش نسميناها Uncontrolled؟ لأنه ما ممكن أسيطر عليها. هنا نستخدم شنو؟ نستخدم Diodes. الـ Diode من يجي له جزء Positive أوكي على الـ Anode ويكون الكاثود Zero أو Negative راح يشتغل، تمام؟ فالدايود ما أقدر أنا أسيطر عليه، أتحكم بشغله، مو مثل مثلاً الثايرستر. الثايرستر أنا أقدر أتحكم بشغله من خلال القدح، من خلال التريجرينج، تمام؟ ثايرستر الأسيار أقدر أتحكم به من خلال التريجرينج اللي هو القدح. لذلك الجزء الثاني بالكنترول بدل الدايود نستخدم ثايرسترز أو أسيارز، تمام؟ لذلك هنا إذا تلاحظون وياي، an uncontrolled rectifier uses only diodes as the rectifying elements، فقط استخدام الديودات. The magnitude of DC output voltage is fixed، يعني ثابت in magnitude under a certain amplitude of the AC supply voltage. إذا عدنا هنا مدخلين AC supply ثابت، مقدار معين ثابت، هنا أنا الدي سي راح يكون مقدار معين ثابت. يتغير هذا الاي سي سبلاي، يتغير الدي سي اوتبوت اعتمادا على الاي سي سبلاي المجهز. ايش قد 12 فولت اي سي مجهز 200 فولت اي سي، 220 فولت اي سي، حسب هنا راح يطلع لنا الدي سي اعتمادا على الماجنتيود مال الاي سي. زين، الجزء الثاني اللي هو الكنترول، هنا أنا بدل الدايودز بدلناهن بالسيارز. أوكي، السيارز نقدر نتحكم بها من خلال التريجرينج، الزاوية مع القدح أنا أتحكم بها أزيد أو أنقص، وبذلك أتحكم بالدي سي أوتبوت. وهذه راح نشوفها إن شاء الله، الكنترول الانكنترولد ركتيفايرز راح نجي عليهم بهذه المحاضره، والكنترولد ركتيفايرز ايضا راح نجي عليها بالمحاضرات القادمه. اوكي، نجي على اول جزء اللي هو الهالف ويف ركتيفايرز، ابسط انواع الركتيفايرز، اللي هو يتكون من دايود مثل ما تلاحظون. هنا أنا AC supply وهذا دايود، وهنا هذا الحمل مقاوم with a resistive load. أول جزء هو with a resistive load، مقاوم الحمل فقط. زين، هذه الدائرة أنتم يومكم بالبيت تقدرون تسووها ببساطة أو بسهولة، ممكن شخص يسويها بالمختبر. هذا AC supply أكو شيء اسمه varyak. زين، إذا مر عليكم أو لا، الvariac انه انت ممكن تتحكم بالاي سي، مثلا تريد 5 فولت اي سي تقدر، هو مجرد عتله تديرها وتتحكم بالاي سي الاوتبوت، اسمه فارياك. اوكي، فارياك، فانا مثلا هذا الفارياك انت مجهزه من الاي سي اللي عندك في البيت 220 فولت، تمام؟ RMS هذه طبعا القيمة، فيعطيك فولتيات حسب تحكمك وحسب الدائرة اللي تريدها،
طبعا لازم تاخذ بنظر الاعتبار الدايود ايش قد يتحمل فولتي. هذا الدايود هو باور دايود، يعني مو دايود اعتيادي، فايش قد يتحمل واطية، ايش قد يتحمل فولتية، تاخذها بنظر الاعتبار. وراح تشوف انه بالاوتبوت راح يكون عندك، هذه طبعا انتم مطبقيها الدائرة بالالكترونيك، اوكي، راح تشوف عندك الموجات اللي تخرج لك من الدائرة. زين، خلينا نشوف شلون تشتغل هذه الدائرة. الشباب اللي عنده سؤال طبعا يقدر يرفع ايده، اوكي، raise hand اليمكم خيار على مود افعل لكم الصوت، اوكي. فخلينا نشوف شلون تشتغل هذه الدائرة. الانبوت اللي جاي داخل على هذه الدائرة هو اي سي، هذا الشكل، اوكي، اي سي متناوب حول الاكس اكسس، ماشي. قيمه الفي بيك مالته هي في ماكسيمم، اوكي. اذا هنا انا جاي عندنا اي سي قيمه الفي بيك مالته في ماكسيمم، بالجزء الموجب من الموجه ايش راح يكون عندنا دايود. هذا الدايود راح يطبق عليه فولتيه بالانود اعلى من الكاثود، لان هنا انا جاي عندي بوزيتيف، يعني مثلا جايتني فولتيه 3 فولت 4 فولت 5 فولت 6 فولت 7 10 مثلا، هذه اذا فرضنا انه الفي بيك 10 فولت، وهكذا تنزل 9 8 7 الى توصل للصفر. فهذا كل الجزء الموجب هنا انا عندي، هاي جاي من جزء موجب، هي شنو تتغير ويا الزمن، يعني هاي الفولتيات مقدارها تتغير ويا الزمن، لان هو هذا الاي سي سبلاي اللي يجهزني هيك. فهنا مره تجيني 1 2 3 هاي كلها بوزيتيف، وهنا انا عندي الفولتيه صفر، ايش دي يصير هذا الدايود؟ دي يصير شورت سيركت. بما انه يصير شورت سيركت معناته دي يعبر لي هذه الفولتيات دي توصل لي للحمل على الاوتبوت بالحمل. فهنا أنا بالحمل دي يظهر عندي الاوتبوت الجزء الموجب كله، اوكي، لان هذا صار شورت سيركت، فتعبرت الفولتيه هذه مال اي سي ظهرت لي على الاوتبوت نفسها، تمام. فظهر عندي بالاوتبوت هذا الجزء. خوش، وراها لما جاني الجزء النيجاتيف، هذا الجزء النيجاتيف بالانبوت ايش صار عندي؟ هنا صار عندي نيجاتيف، هنا صار عندي زيرو مثلا. ايش يصير عندي بهذه الحالة؟ من هذه نيجاتيف هاي زيرو، هذا راح يكون شنو؟ اوبن سيركت، اوكي، الدائرة صار بها جزء مفتوح، ما اكتملت الدائرة، هذا صار اوبن سيركت، يعني مثل القطع، وبذلك صار قطع، فبالاوتبوت ايش راح يكون؟ راح يكون زيرو، ماكو فد شيء، صار قطع بالدائرة ما مكتملة، هذا الجزء انقطع. إذن هنا أنا ظهر عندي الجزء النيجاتيف مال انبوت، ظهر عندي زيرو، ما في شيء بالاوتبوت، اوكي. وهكذا تجي ترجع مرتبه الموجه، موجتي موجبه، تجي نفس الشيء، هم تظهر لي الجزء الموجب والسالب ينقطع، اوكي. هنا هذه الموجه هي موجه الاوتبوت، اوكي. راح نجي نشوف شنو القوانين وشلون نطلع البي اوتبوت افريج، ايش قد القيمه لهذه الموجه، ايش قد المعدل بي اوتبوت افريج، هسه راح نشوفها ان شاء الله. الاي اوتبوت، موجه الاي اوتبوت هي مجرد انه سكيلينج دي يصير، يعني شنو سكيلينج؟ يعني مجرد انه موجه البي اوتبوت دي يصير بيها ضغط باعتمادا على مقدار المقاومه. يعني هنا اذا عندي الفي ماكسيمم هذه مقدارها 10 فولت، المقاومه عندي مقدارها 10 اوم، فيصير عندي السكيلنج هنا 10 تقسيم 10 يظهر عندي هنا 1 امبير الماكسيمم، في ماكسيمم. فبذلك اذا تشوفوها مجرد هي تشبه موجه الفولتيه، بس مجرد انه صاير بيها سكيلنج، اوكي، اعتمادا على قيمه المقاومه. زين، الفي دايود او هاي يسموها الفي
البيك انفيرس فولتج او البيك ريفيرس فولتج. اوكي هذه هي البيك انفيرس فولتج او البيك ريفيرس فولتج. شنو هذه البيك انفيرس فولتج؟ هي الفولتيه اللي تظهر على الدايود لما يكون شو يكون اوبن سيركت. اوكي ما يكون ريفيرس بايس، ما يكون فورورد بايس. لما يكون ريفيرس بايس معناته اوبن سيركت. اذا جبنا اوسكيلوسكوب حطينا جزئين عليه او طرفين للاوسكيلوسكوب على طرفي الدايود، ايش راح يظهر لنا؟ راح يظهر لنا لما يكون اون شورت سيركت ما يطلع فولتيه، تمام؟ شورت سيركت. اذا اعتبرنا هذا الدايود هو دايود مثالي، هنا يطلع شورت سيركت، تمام؟ زيرو. بعدها من يكون اوبن سيركت ايش راح يظهر لي عليه؟ راح تظهر لي عليه الفولتيه اللي هي نفسها مال انبوت بس بالجزء النيجاتيف، يعني انه هذا الدايود صحيح هو اوبن سيركت بس لكن ما عليه فولتيه على طرفي مقدارها هي الجزء النيجاتيف هذا مال انبوت فولتج، تمام؟ اللي هي هذه هنا مقدارها ناقص في ماكسيمم، فهاي يسموها بيك انفيرس فولتج او بيك ريفيرس فولتج على الدايود. اكو سؤال هنا شباب؟ احد عنده سؤال؟ اوكي شباب انا فعلت الخاصيه هسه يمكم تقدرون تتحكمون بالصوت، اللي عنده سؤال يقدر يفعل الصوت ومباشره يقدر يحكي. اوكي ماشي، اذا ماكو سؤال خلينا نجي للاشتقاقات القوانين. عندنا الافرج لود فولتج اللي هي الفي اوت افرج. الـ Vout Average معادلتها هي اعتماداً على الموجة اللي عندنا، هذه مو موجة الـ Vout، فنجي ناخذ الـ Integration بخصوصها. أوكي هنا ناخذ الـ Vout Average من 1 إلى 2Pi اللي هي 1 على الـ Period، 1 على الـ Period، الـ Period عندنا 2Pi، تمام؟ بين الصفر والـ 2Pi عندنا الـ Integration. الموجة شنو معادلتها؟ هي V output omega t d omega t. طبعا هذه V output omega t معناتها هي V maximum sin omega t، إن هذه الموجة هي V maximum sin omega t تعتبر. فنسوي الانتجريشن، حدود التكامل حتكون من صفر إلى باي. ليش؟ لأنه عندي هذا الجزء اللي هو من باي إلى 2 باي مقداره صفر، وبذلك تغيرت حدود التكامل، بدل ما تكون من صفر للتو باي صارت من صفر إلى باي. ماشي نسوي انتجريشن، هذه في ماكسيمم تطلع برا، يصير عندنا من صفر للباي ساين أوميجا تي دي أوميجا تي. نكاملها حصير ناقص كوساين أوميجا تي، وراها نعوض مرة بين الصفر من الصفر والباي، مرة نعوض صفر مرة نعوض باي، راح يطلع عندنا المعادلة هي V maximum على باي، معناته 0.318، يعني واحد على هذه الباي 3.1416، فيصير عندنا 0.318 V maximum. هذه شنو هذه؟ هذه الـ VDC، يعني هنا الـ VDC إذا تلاحظون بالشكل هذه هي الـ VDC. أوكي هاي هي V output average VDC اللي هي تساوي لنا 0.318 من الـ V maximum، يعني تقريبا ثلثها، ثلث الـ V maximum. ايش قد الـ V maximum؟ 10 قيمتها، اذا الفولتية الـ VDC 0.318 بالنسبة لهذا الـ rectifier. اوكي 0.318 في 10 تطلع 3.18، هاي على اعتبار انه الـ V maximum 10 اللي هي تتغير اعتمادا على موجة الـ AC.
تمام. البيك انفيرس فولتج والبيك ريفيرس فولتج وضحت لكم اياها قبل شويه، وهذه للدايودات اللي ما تشتغل بصوره صحيحه انه لازم تكون البيك انفيرس فولتج اللي يتحملها هذا الدايود او البيك ريفيرس فولتج لازم تكون اعلى او تساوي في ماكسيمم. ماشي، ايش قد الفي ماكسيمم؟ لازم اعلى او تساوي في ماكسيمم على مود الدايود ما يحتاج. زين، الاوتبوت باور، طبعا الاوتبوت باور هي شنو؟ هي دي سي، يعني عندنا بالاوتبوت دي سي، فالباور اوتبوت افريج هي في اوتبوت افريج في اي اوتبوت افريج. الفي اوتبوت افريج طلعنا معادلتها في ماكسيمم على باي، والاي اوتبوت افريج هي مجرد انه في ماكسيمم على باي ار، مجرد نقسم الفولتية على المقاومة. تمام، لان عندنا الحمل مقاومه، فهنا عندنا من نضرب يطلع عندنا في ماكسيمم سكوير على باي سكوير ار اللي هي تمثل لنا الباور اوتبوت افريج. زين، الاي سي باور انبوت، باور اي سي انبوت هي في ار ام اس مضروبه في الاي ار ام اس. الفي ار ام اس شلون نطلعها؟ هاي اذا نشوف احنا انه عندنا الانبوت هو ماذا يستمر هذا الاي سي سبلاي، هو صحيح انه عندك دي يجهز موجه اي سي، بس هي ماذا تستمر الموجه الاي سي؟ ليش؟ لانه لما يصير عندي هذا اوبن سيركت باعتبار اني فصلت هذا الاي سي، لما تجيني موجه موجبه ايش؟ سحبت من عنده. اوكي، فبهذا الجزء، هذا الجزء هو فعليا مدى اسحباني من الايس. خوش، فهنا عندي اذا نجي في ار ام اس 1 على 2 باي ناخذ الروت مين سكوير اللي هي تحت الجذر. تمام، شفتوا لما اشتقينا الفي اوت وتفرج؟ لا، ماكو تحت الجذر، هنا الفي ار ام اس تحت الجذر 1 على البريود من الصفر للبريود. الموجه شنو معادلتها؟ سكوير طبعا. اوكي، راح تصفى عندي بعد التكامل انه ال في ار ام اس تساوي لي في ماكسيمم على 2. زين، ال ار ام اي ار ام اس هي مجرد ال في ار ام اس على المقاومه، فيصير عندي في ار ام اس اللي هي في ماكسيمم على 2 على الار. تمام، فهنا عندي يصير الباور اي سي انبوت هي في ماكسيمم سكوير على 4 ار. ريكتيفاير افشنسي، الكفاءه بالنسبه لهذا الريكتيفاير، هذا المقاوم، هي الباور اوتبوت افريج على الباور اي سي. اوكي، الافشنسي هي الباور اوتبوت افريج اللي هي الباور دي سي على الباور اي سي. اوكي، الفورم فاكتور، الفورم فاكتور مصطلح احتمال مر عليكم او لا. الفورم فاكتور هو مقياس لمدى جودة الموجة الخارجة من الركتيفاير مقارنة ويا موجة الدي سي المثالية. اوكي، معادلة الفورم فاكتور هو الـ V output RMS على الـ V output average. الفورم فاكتور يكون مقارب للواحد. اوكي، الصورة المثالية انه الفورم فاكتور يساوي واحد. ماشي، الباس نمبر هذا ما مطلوب من عندكم، لان هنا شغلات ربل مربل فما نتطرق لها بالنسبه للركتيفاير، بس للانفيرترز ان شاء الله. الربل فاكتور هنا هذا مصطلح ايضا اخر، هو الريشيو اوف ذا ار ام اس فاليو
على الـ IDC، على الـ Compound، على الـ DC. هذا الـ Ripple Factor هو مقياس الـ Ripple اللي هو الموجة من تطلع لنا. احنا نعرف انه الـ DC شو يكون؟ يكون خط عدل مستوي. مرات بالموجات خاصة لما تكون عندنا تحويل من AC إلى DC، هنا شو يكون عندنا؟ يكون عندنا الموجة لا متموجة تكون بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل. أوكي نشوف هنا بين. أوكي اوكي الموجة تكون بهذا الشكل، فهذا يسموه ربل. اوكي هذا يسموه ربل. فهنا عندي ربل فاكتور هو ده يقيس مقدار هذا الربل ايش قد. فكل ما يكون الربل اقل كل ما يكون عندي شنو الموجة عندي الخارجة تكون مقاربة للموجة الدي سي المثالية. فهنا ربط فاكتور هو الـ IAC على الـ IDC، أوكي، اللي هو عندنا معادلة تصير آخر شيء IRMS سكوير ناقص IDC سكوير على الـ IDC، هذه تحت الجذر، أوكي، فمن ننزل الجذر أيضاً على الـ IDC تتربع، يصير عندنا IRMS سكوير على الـ IDC سكوير ناقص 1. زين. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، اهلا عثمان تفضل. بس على مود الزرم اس البدايه من مشتقاتها مو هي تطلع في ماكسيموم على جذر 2 في ار ام اس؟ هذه في ماكسيموم على 2 بالنسبه لهذه الموجه. لو عندك موجه اي سي مستمره، هذه مستمرة، لو هذه مستمرة اي في ماكسيموم على جذر 2 صحيح. بس اللي مثل ما قلت لكم انه هذا الاي سي لا متقطع، يجي ياخذ بس الجزء البوزيتيف، وهذه الدائرة دي يصير بها اوبن سيركت. فشي يصير هذا السبلاي مدى يجهز فصل، تمام، مدى اخذ من عنده انا اي سي. لما يصير هذا شورت سيركت مرت اللوخ، يعني هذا مثل انه انت مشغل فتشي مره تاخذ من عنده حمل، اوكي، وراها يستراح وراها تاخذ من عنده، تمام. فالموجوده تكون باعتبار انه الموجوده تكون اللي تاخذها حتى من الانبوت مثل هذا الشكل. فلذلك الفي ار ام اس تكون في ماكسيمم على 2 اللي هي اشتقاقها. شلون؟ يعني بسبب الانقطاع فصارت بسبب الانقطاع اي نعم، لانه صار اوبن سيركت. نعم. فلذلك من اخذنا الاشتقاق بين الصفر والتو باي، اخذنا بس بين الصفر والباي، لانه بين الباي والتو باي يصير زيرو، ما داخذ كل شيء من المجهز. ما داخذ كل شيء من شنو اللي دي يجهزني؟ فانكشن جنريتر، دي يجهزني بارياك، ما داخذ من عنده شيء. تمام؟ تمام ماشي.
ماشي. هسه نجي على الجزء الثاني اللي هو with rl load resistor inductor. اوكي هذه الدائرة، خلي نشوف شلون تشتغل. لما يجي عندي هنا أنا موجة AC input هنا، هذا الدائر الجزء الموجب راح يكون positive، يعني يكون short circuit، فيعبر الـ input إلى الحمل اللي هو LR. بما أنه عندي L وإحنا نعرف أنه الال من نعطيها انرجي يصير بها اكو خزن، يصير بالطاقه بالمجال المغناطيسي مالتها. اوكي واعتمادا على كلمه سيفل على سيفل من عندي اندكتر الفولتية ايش راح يصير بها؟ الفولتية هي تتقدم ليد على التيار، والتيار هو لاج بالنسبة للفولتية. فهنا أنا عندي من عندي اندكتر التيار نتوقع شنو؟ لاج، يعني يتأخر على الفولتية. راح نشوفها هسه بالموجة. فهنا إذا تلاحظون هذه الموجة، هذه الموجة هنا عندي هذه الاوتبوت فولتج، نتيجة أنه عندي الاندكتر يخزن طاقة، ويصير عندي يظهر أيضا هنا جزء النيجاتيف. لما هذا الدايود أون عبر لي الموجة إلى الـ LR، هنا راح يكون عندي خزن طاقة بالمجال المغناطيسي، وبذلك من تجيني الموجه نيجاتيف هنا بالانبوت، هذا ما راح ينطفي مباشره الدايود. شوكت ينطفي لما تكون هاي الانرجي هنا اللي هي مخزونه بالمجال المغناطيسي تصفر. من تصفر هنا هذا راح يصير اوبن سيركت. اوكي هذا يكون اوبن سيركت. وبذلك إذا تشوفون الفرق عن بين الريزيستر والار ال لود، هناك كان بالصفر قبل مباشرة ماكو خزن طاقة، لأنه بس ريزيستر عندي، فبالصفر يصفر وينطفي الدايود. هنا أنا لا، اللي صار عندي لا، يستمر تيار كوب الحمل لفترة قصيرة اللي هي هذه مقدارها، إلى أن يصفر هنا وهذا يصير open circuit. فهنا عندنا الزوايا اللي صارت هي فاي وثيتا. الفاي اللي هي تشوفوها بين الباي إلى هذا المقدار، اللي هي تمثل لنا الأدفانس أنجل، ما تسمى بالأدفانس أنجل. والثيتا بين الصفر إلى وين وقف الهذي عندي. أوكي هنا أنا مشر لكم هذه ثيتا اللي هي الكوندكشن أنجل، زاوية التوصيل. زين اذا تلاحظون هذه الاي اوتبوت وهذه البي اوتبوت، ايش عندنا؟ التيار هو لاج متاخر عن الفولتيه، لذلك هنا تلاحظون انه عندي التيار. اذا انا مقداره هنا مثلا، اذا مقدار الفولتيه 2 فولت، هنا التيار بعد صفر وهكذا يصعد شوي 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 شوي، فمتاخر عن مقادير الفولتيه بسبب الاندكتر. من كنا نلاحظ بالريزيستر لا، هنا انا عندي 3 فولت مثلا، 3 على المقاومه تطلع عندي، يطلع عندي التيار مباشره، وهنا هنا صفر هنا صفر. اوكي هنا تشوفون انه صاير بي تشفيت، وهذا التشفيت اللي هو تاخير نسميه عن الفولتيه سببه هو المحاصه، اعتمادا على هذه السيفل للحفظ بسهولة. بالكاباستر التيار يتقدم على الفولتية، بالاندكتر التيار يتأخر عن الفولتية. فنلاحظ انه بالنسبة للدايود اللي يظهر عليه
كفولتية على طرفه لما يكون open circuit هو هذا الجزء، هذا الجزء فقط صار قطع هنا أنا، وهذا الجزء فقط اللي يظهر عليه لما يكون open circuit، لما يكون off. تمام. هاي الفولتية اوكي في اوتبوت، هنا هذه الفولتية على الأرض، هذه بالنسبة للريزستر، هنا هذه بالنسبة للاندكتر. ماشي، هذا الشرح هو الشرح اللي شرحته هسه حاليا، موجود مثبت يمكم هون، مثبت يمكم ايضا هذا الشرح. هنا أنا بس ملاحظة هذه، إذا قيمة الاندكتنس تزداد، كل ما تزداد قيمة الاندكتنس هنا عندنا الدايود يستمر بالتوصيل لفترة أطول، يعني كل ما هذا قيمتها أعلى كل ما هذه هنا التوصيل يستمر لفترة أطول. أوكي، إذا كانت قيمتها قليلة لا راح يستمر لفترة كلش قصيرة. بالنسبة للقوانين الـ V output average نفس الشيء، هي 1 على 2 باي 1 على البريود، من الصفر هنا إلى وين؟ بين الصفر والثيتا، صارت عندنا للثيتا لازم V output أوميجا تي دي أوميجا تي، ماشي، اللي هي المعادلة عندنا V maximum sin أوميجا تي. من نكامل صار عندنا في ماكسيمم على 2 باي ناقص كوساين اوميجا تي بين الصفر والثيتا، بتصير عندنا المعادله مال في اوتبوت افرج بالنسبه للسنجل فيز هالف واي ان كنترول ريكتيفاير وذ ار ال لود. اوكي، هذا سنجل فيز، ما عندنا 3 فيز هسه احنا منبلشين هالف ويف، اي نعم هالف ويف لان هذا بس دايود واحد، راح نجي بعدين على الفول ويف. ان كنترول، ليش ان كنترول؟ لانه دايود ما عندي ثيرستر ريكتيفاير وذ ار ال، هذا الار وهذا ال لود. اذا هنا أنا معادله الفي اوت تفرج هي في ماكسيموم على 2 باي 1 ناقص كوساين ثيتا. اوكي، والاي اوتبوت افريج هي مجرد انه تكون الفي اوتبوت افريج على ار عند اهمال قيمة الار، القيمة مال التيار تكون تقريبية، ما ندخلها بالحسابات لان الحسابات تكون كلش معقدة، فبذلك عادة تكون قيمة تقريبية وهي قيمة مقبولة، لانه قيمة الاكس ال مقارنة ويا قيمة الار تكون قليلة. ماشي، هنا عندنا with an inductive load and a free willing diode. هنا عندنا هذا نفس الحمل RL، بس شنو اللي نضاف لنا للدائرة؟ نضاف لنا free willing diode اللي هو هذا D2. إذا تلاحظون الموجات شلون تغيرت، خاصة موجة التيار، هنا موجة التيار شوف شلون شكلها، بينما هنا أنا شنو ضاف لنا هذا الدايود؟ هذا الدايود دي 2. خلينا نقرأ. The second diode D2 which is added in parallel with the load is known as a free willing diode. مختصرة FWD. The load current can flow for the entire cycle. اوكي، يعني اللود كرنت راح يستمر انه يمر خلال الحمل للدوره كلها كامله. شوفوا هنا أنا هذا الاي اوتبوت شلون متموج، يعني مستمر على الحمل مو ينقطع. هنا أنا هذه الدائره السابقه لا متقطع، اجى استمر لهنا وانقطع وراها رجع. زين، شنو هذا السبب؟ انه السبب اللي صار انه اضافه هذا الدائره، لما يكون هذا اون شورت سيركت
هنا عندي راح يكون شنو؟ راح يظهر على الاوتبوت ويكون عندي خزن للانيرجي بالمجال المغناطيسي. من يجيني الجزء النيجاتيف هذا راح يصير شورت سيركت، راح يصير اوبن سيركت، وهذا الدايود راح يكون اون شورت سيركت بسبب الفولتيات، وبذلك راح يكون عندي باث يستمر ويا الاوتبوت اللي هو هذا الباث يمرر تيار للاوتبوت اللي هو وين دي يصير؟ دي يصير هنا. شوفوا هنا دي يصير ارتفاع لانه عندي عملية شحن او خزن للانيرجي، وبعدها يصير انخفاض بسبب انه عندي هذا الفري وولنج دايود هنا دي يسوي لي باث للتيار. وليش انخفاض؟ لانه الحمل دي يستهلك من هذا التيار، وبذلك الانيرجي تقل شوية شوية، لذلك يصير عندي هذا الشكل. اي دايود تشوفون هذا اي دايود 1 بس بالجزء البوزيتيف، وراها طفى وراها صار عندي اي دايود 2، وبالمحصلة انه عندي الاي اوتبوت مستمرة زين، الاي اوتبوت على الحمل. الفولتي على الدايود 1، الفولتي على الدايود 1 هي تظهر هنا يكون شورت سيركت اون لانه في شورت سيركت يعني زيرو، بعدها من يكون اوف يظهر الجزء النيجاتيف تمام اللي هو نفس فولتية الانبوت. هذا ملخص بسيط وسريع على السنجل فيز هالف ويف ان كنترولد ركتيفاير with a free willing diode and with RL load. VDC بالنسبة لهذه الدائرة هي V maximum على phi نفس الاشتقاق اعتمادا على V output تمام، وال VRMS هي V maximum على 2 لأن أيضا نفس الحالة أنه هذا يصير عندي قطع مثل ما اشتقينا قبل شوي. هنا عندنا طبعا هذه الاندكتر كل ما ازدادت، لان هذه المقدار الال احنا ماخذيها هم بالثاني، هذه المقدار الال قيمتها كل ما تكون كبيره كل ما يعني هذا الجزء ما راح يوصل للصفر اوكي، لان خزن الانرجي يكون اكثر، وكل ما يكون اقل معناته هذا الجزء ممكن يوصل للصفر مثلا، من يوصل للصفر معناته يكون عندي discontinuous هنا بالتيار يعني وصل للصفر يصعد وراه تمام. زين خلينا نجي على single phase full wave uncontrolled rectifier، بس قبلها راح ارسل لكم رابط لتسجيل الحضور ماشي على الشات ممكن تملوه، وخمس دقائق ونرجع على single phase full wave uncontrolled rectifier. اوكي شباب اذا جاهزين نكمل ان شاء الله. فعندنا الجزء الثاني هو single phase full wave uncontrolled bridge rectifier. فهنا عندنا الانضاف انه صار ان اربع دايودات تسميه اختلفت full wave اللي تشوفون هذيك الدوائر half wave. هنا عندنا اول جزء اللي هو with resistive load. خلينا نجي نشوف شلون تشتغل هذه الدائره. لما يجيني الانبوت طبعا هذا اوكي هذا الانبوت، لما يجيني الجزء البوزيتيف يمر هنا هذا بوزيتيف ايش راح يسوي؟ راح يسوي هذا الدايود on يمر
positive 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 اوكي يجي هنا هنا يقارن بين هذين الاثنين يشوف هذا ايش قد الفولتيه وهنا بهذا الجزء ايش قد الفولتيه هنا الفولتيه صفر بينما الفولتيه هنا بهذا الجزء ايش قد مقدار هي مقدار ال V positive يعني الفولتيه ال AC تمام هنا هذا ما راح يسوي شورت سيركت ما راح يصير شورت سيركت هذا لا راح يصير لان هنا صفر هنا أنا عندي مثلا جايتني 10 فولت فهذا حيصير شورت سيركت ويسري التيار هذا التيار هيك يسري بهذا هذا الاجزاء ويرجع للجزء النقيض وبذلك تكون عندي هذه الدائره وهنا ده يطلع لي نفسه هو الانبوت هنا أنا يطلع لي على الاوتبوت زين لما يكون عندي يجيني جزء نيجاتيف فهنا هذا الجزء النيجاتيف هنا نيجاتيف جايني هذا نيجاتيف هنا أنا في المقدار معين كو زيرو هذا اذا راح يصير اوبن سيركت ما يشتغل بينما هنا نيجاتيف هنا صفر أو مقدار معين فهذا حيصير شورت سيركت وهكذا يصير التيار بهذا الاتجاه تمام بهذا الشكل مثل هذا الجزء وبذلك هنا الفولتية هنا حيصير بها انقلاب فليب بدل ما كانت نيجاتيف راح تصير بوزيتيف اوكي فهنا راح يصير عندي هذا يظهر عندي بالجزء النيجاتيف يظهر عندي هذا الجزء البوزيتيف بالاوتبوت وهكذا تستمر فتلاحظون شلون الاوتبوت عندي اختلف بدل ما كان بس جزء بوزيتيف لا هنا أنا قام يقلب لي جزء النيجاتيف بهذا الشكل وبذلك الدي سي عندي مقداره هنا راح يزداد اذا قارناه نتوقع انه يزداد ليش؟ لان نضاف هذا جزء بوزيتيف فنتوقع انه الدي سي يزداد مقداره اذا قارناه ويا الدي سي السابق اللي كان بالهالف ويف ريكتيفاير صار عندنا هنا اجزاء بوزيتيف اكثر التيار دي يسري طبعا بالدايود 2 و 3 بس هنا أنا بالجزء البوزيتيف تمام والدايوز دي 1 ودي 4 بس الجزء النيجاتيف يصير التيار الاوتبوت كرنت هو مجرد سكيلينج لموجة الفي اوتبوت الفولتج اكروس ذا دايود اللي هو الفي دايود 2 في دايود 3 في دايود 2 في دايود 3 لما يكونون اوف شو وقت يكونون اوف هنا هذه اون هنا وهنا يكونون اوف فتظهر عليهم هذه الفولتيه وهنا تلاحظون انه الانبوت كرنت مستمر يجهز الانبوت كرنت مره يشتغل على هذا الجزء العلوي اوكي هذا هيك شيء وراها الجزء الثاني فهنا الاي سي سبلاي دائما يجهز باستمرار وبذلك الانبوت كرنت مستمر وهذا راح نلاحظه على ال V RMS زين اشتقاقات بالنسبة لهذه الموجات ال V output average نفس الحالة هم تكامل إلى هذه الموجة V output average ناخذ لها من الصفر لل 2 باي ممكن ناخذ من الصفر للباي ونضرب في 2 اللي هي من الصفر للباي عندنا مكامليها مسبقا بالهالف ويف نضرب في 2 فيصير عندنا 0.636 في ماكسيموم هناك من لاحظتوا كانت عندنا 0.3 تقريبا 0.3 something في ماكسيموم 0.318 في ماكسيموم بينما هنا 0.636 في ماكسيموم ضعفها بالضبط حلو
التيار هو مجرد تقسيم الفولتية على المقاومة، لأن عندنا الحمل المقاومة. أوكي، صار عندنا التيار. زين، الـ output power اللي هي الـ V output في الـ output، هاي output power DC، صار عندنا هذه معادلتها. الـ power AC هنا عندنا تلاحظون VRMS IRMS. VRMS احنا نعرفها معروفة ومشتقيها مسبقا بالأول. بالنسبة لهذه موجة الـ AC، تمام، هاي مستمرة، هي V maximum على جذر 2. IRMS V maximum على جذر 2 على الـ R، تطلع عندنا الـ power AC. ورectifier efficiency هي الـ power output average أو power DC على الـ power AC، يطلع عندنا rectifier efficiency. أوكي، اللي هي 8 على باي سكوير بالنسبة لهذا الrectifier. لهنا شبابك سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ بدكم شوية وياي تسألون شيء؟ أنا مود أشوف مقطوع يمي الإنترنت، خاف شيء؟ أستاذ أنا عندي سؤال. قول محمد. أستاذ هاي الخطوة مع الـ average output power. أوكي. إحنا ليش أو مو الـ average الـ يعني هاي من نقسم 2 V max على باي آر، هي فولتية على المقاومة، بس ليش باي آر؟ أوكي ماشي. عندك هسه الـ V output average، احنا طلعنا معادلتها اللي هي 2V maximum على باي، تمام؟ 2V maximum على باي كلها خليها على R، على مقدار الـ R. فش يصير عندك؟ يصير عندك بهذا الشكل. ليش R؟ لأنه عندك الحمل بس R، بس مقاومة، تمام. ولذلك صارت بهذا الشكل 2V maximum على باي R، هذا التيار بالنسبة للتيار، وهذا الجزء بالنسبة للفولتية. أي صح، شكرا. ماشي، هلا بك. أوكي شباب، أكو حد عنده سؤال؟ نقاش، حتى لو يعني فتشي بسيط أو فتشي واضح، أو أعيد لكم مثلا. أستاذ بس على مود الـ efficiency rectifier. اوكي، يعني ثابته هاي بكل كل هذه تشوفها سالري يعني. اي تشوف هذا 8 على باي سكوير، هو رقم ثابت. نعم. بالنسبه لهذا النوع من الريكتيفاير، سنجل فيس فول ويف ان كنترول ريكتيفاير، الافشنسي مالته هذه مقدارها، هي باور اوتبوت افرج على الباور اي سي، تقسيم هذا الجزء على هذا الجزء. اللي دا نلاحظه انه فد مقدار ثابت، ماذا يعتمد على فد متغير معين. 8 على هذه باي 3.1416، اذا تربعها تقسم 8 على هذا المقدار يطلع لك ريكتيفاير افشنسي ثابته مقدار معين بالنسبه لهذا الريكتيفاير. اوكي نعم ماشي. خوش، خلينا نمشي على الجزء الآخر اللي هو with RL. هذه عندنا R و L، هنا الـ Input هذا جايني AC، نفس الشيء الـ Output نفس الشيء دي يتكون. بس شنو الإضافة اللي حتصير هنا؟ مجرد أنه بسبب تأثير الـ L المحاسة، أنه الـ Output تيار يكون بهذا الشكل. أوكي، كوبي ربل قليل متموج، تمام. إذا قارناه ويا التيار هنا، لا بيربل قوي، ينزل للصفر ويصعد، ينزل للصفر ويصعد، بينما هنا لا، صار عندي ربل أقل، يعني التغير بين القمة والقعر نقدر نقول هيك، هذا التغير صار أقل. أوكي، وهذه الأجزاء الأخرى اللي هي التيارات هنا، لا تريدون تسجلوها يمكم. هذه output voltage،
هذه موجة الاوتبوت فولتج، هذه الدايود كارنت الثاني والثالث D2 D3. اوكي الدايود كارنت، وهذا الدايود كارنت اوف D1 و D4. هذه الاوتبوت كارنت، تيار الاوتبوت، وهنا عندنا الاي سورس او الانبوت كارنت، تمام. هنا عندنا الفولت هي الفولتج اكروس ذا دايود D1. زين هذه لما يكون عندنا هذه الموجات، لما يكون عندنا سمول ال، كتبوا عليها يمكم وذ سمول ال، لما نزيد ال وذ لارج ال، نلاحظ انه التيار اللي مار بالاجزاء راح يكون فيري سموث بهذا الشكل، وبذلك الاوتبوت يكون مقارب كلش للزيرو بدون ربل، تمام. هاي شوكت لما كلش تزداد قيمة الأرض، فهذه عندنا الاوتبوت فولتج، هذه عندنا هنا أنا موجة الدايود كارنت اوف دي 2 اند دي 3، وهنا عندنا الدايود كارنت اوف دي 1 اند دي 4، وهنا عندنا الاوتبوت كارنت، وهنا عندنا الانبوت كارنت. زين if we increase the load inductance until it is much larger than R, the ripple across the load, the ripple يكون becomes small، كلش قليل. if we assume an infinity load inductance، يعني كلش عالية من قيمة ال L، the load current becomes constant، يعني ثابت مثل هذا اللي هو DC المثالي، تمام. الأمور اللي تهمنا أيضا كمعادلات رياضية اللي هي الـ V out average، نفس الشيء بالنسبة لهذه الموجات، هي 0.6366 V maximum، 0.6366 I maximum، I out average. أوكي هنا عندنا الـ average diode current اللي هو الـ I diode average. احنا عندنا الدايودات، إذا تلاحظون الدايود هذني دايودات يعني بكل نصف موجة دا يشتغل مرة واحدة، نصف الموجة الثاني منطفي، هنا هسه دا يشتغل هنا انطفى، تمام. هذا دا يشتغل هسه هنا بهاي الحالة انطفى، ففقط انه دا يمر التيار خلاله بنص موجة واحدة، تمام. فبذلك كأفرج عليه شقد مار تيار أفرج على هذا الدايود، هو اعتمادا على الـ I output average تقسيم 2 هنا، كما تعدلوها I output average تقسيم 2. هنا عندنا معادلة الـ I output average 2V maximum على pi R، نقسمها على 2 بصير عندنا 2V maximum على 2 pi R اللي حتساوي لنا 0.318 I maximum. فهنا الـ I output average على 2، اوكي ضيفوها من يمكم على 2، ضيفوها من يمكم. اسامه خليل، اوكي تقدر تفعل الصوت من يمك اسامه. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، هلا بك. بس على مود الملزمه رايت توفرها لنا بمكتبه بالملزمه مع الماده. اوكي انا اقدر اوفر لكم اجزاء، بس اكو شغلات مرات يصير بيها تغيير او اضافه. استاذ يعني ست قلت اشر وياي، احنا ما عندنا ملزمه يعني حتى نأشر. تمام اوكي استاذ. ماشي ننزل لكم اياها بالملزم بالمكتبه ان شاء الله، واللي عنده طابعه هو يقدر مباشره يسحبها حسب رغبتكم. بالضروري ضروري انا اشجع مثل النظام الثاني المرحله الثانيه انه بالمحاضره ما تحضرها او قبل المحاضره لازم تكون محضر الورق، لانه تكتب ملاحظات، تكتب اضافات، تكتب فد شيء. بالنسبه للامثله انا عاده يعني اكتبها كتابه، فالامثله ينات عندك اوراق وتكتب وياي. ماشي هاي سهله استاذ، يعني بس على مود الملزمه قلنا حتى نشرها. تمام
هسه ان شاء الله راح انزل لكم، راح انزل لكم مال فتره ان شاء الله. في كتاب نقدر نشتريهم وندون عليهم الملاحظات شلون محمد؟ شيتات موجودة بالمكتبة مالت المحاضرة، نكتب عليهم المحاضرات وانت تشرح قبل لا تنزل المحاضرة نشتريهم. هو راح ننزل لكم مال فد اسبوعين ثلاثة اوكي هسه حاليا، وكل فترة تمام استاذ احسن. ما تسجل المحاضرة، محاضرة مسجلة حاليا تتسجل هسه، تنشر على اليوتيوب لو على القناة على الكلاس ان شاء الله ارفع لكم اياها. اي نعم ان شاء الله ارفع لكم اياها على اليوتيوب. شكرا استاذ. ماشي يعني هلا بكم. نيجي على الجزء الاخير اللي هو الارمز دايود كرنت. اوكي اي دايود ارمز، هاي هنا مو افريج، اي دايود ارمز اوكي، اللي هي تساوي لنا الاي اوتبوت افريج على جذر 2. تمام. بالمحاضرة إن شاء الله القادمة اللي هي يوم غد راح نحل بعض الأمثلة على الـ single phase uncontrolled half wave rectifier، وإن شاء الله إذا لحقنا يعني هم على الـ full wave rectifier.